أجمل تحية لجميع متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لموالد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف 11 من شهر أبريل نيسان إلى الجمعة 17 من نفس الشهر. أهم الأحداث الفلكية هو انتقال كوكب عطارد فجر السبت إلى مجموعة الحمل النارية، وبذلك يمر مواليد الحوت بفترة خلو مسار تستمر إلى 4:13 من فجر الأحد. حركة القمر ستكون يومي السبت والأحد في مجموعة القوس النارية، والاثنين والثلاثاء في مجموعة الجدي الترابية، ويتواجد في الأيام الأربعاء والخميس والجمعة في مجموعة الدلو الهوائية. الأبراج اللي ترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع الثور والسرطان والدلو، والأبراج اللي تواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع العذراء والميزان. الصدارة إلى مولد برج العقرب للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع إلى كل من الدلو الثور والجوزاء، وانخفاض إلى أبراج الحمل الأسد والعذراء. في بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات القوس، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات الجدي وتنخفض مؤشرات الميزان، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الدلو وتنخفض مؤشرات الحوت. الحمل يشعر بالتذمر والانزعاج وله نجمتين، الثور يستنشق الصعداء وله 3 نجوم، الجوزاء في شباك الغرام وله 5 نجوم، السرطان يسعد بصحبة الأحبة وله 3 نجوم، الأسد عليه الحذر من الاندفاع والغضب وله نجمتين، العذراء عليه الاهتمام بصحته وله نجمتين، الميزان خلاف مع الحبيب وله نجمتين، العقرب قمة في النشاط والحيوية وله 5 نجوم، القوس يسمع خبر سار وله 3 نجوم، الجدي يحقق مكسب مالي وله 4 نجوم، الدلو لديه لقاء مميز وله 4 نجوم، والحوت مبعثر الأفكار وله نجمة واحدة، العنزة يحقق انتصارا وله 5 نجوم، البقرة يغير مكان إقامته وله 4 نجوم، النمر تزداد إنفاقاته وله نجمة واحدة، العنكبوت يحل مشكلة عالقة وله 4 نجوم، الحمار يواجه صدمة وله نجمة واحدة، وأخيرا مولود برج شجرة البلوط الدرويدي خطوة إلى الأمام وله 3 نجوم. أفضل الأبراج العنزة العقرب في العشرية الأولى والعنزة الجوزاء في العشرية الأولى، وأسوأ الأبراج النمر الحوت. أرقام الحظ لأفضل شخصيتين في الأسبوع 3 12 19 21 23 و 26. نستفيد من أرقام الحظ في أمور حياتية متعددة كتحديد موعد لسفر أو مقابلة مهمة في العمل والعاطفة، أو تحديد موعد لعملية جراحية أو عقد قران أو تاريخ لولادة قيصرية، أو الدخول في منافسة مالية كسحب بطاقة يا نصيب أو مضاربات في أسواق المال العالمية. ملك الأسبوع مولود الأحد 12 من أبريل، يمتاز بكونه مرتب منظم مليء بالنشاط والحيوية، قادر على اتخاذ القرارات الخطرة وفي الأوقات الحرجة، أفكاره خلاقة، يمتاز بكونه خيالي ومبدع ومحظوظ. لمعرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بإمكانكم الدخول على موقعي الرسمي paraskopa.de والمتواجد في صندوق المعلومات. أعزائي، كثير من الطلبات وصلتني يريدون أتحدث عن مرض كورونا أو عن أحداث ما تبقى من عام 2020. إضافة إلى هذا، كثير من الأشخاص يحبون أن يسألون أو يستفسرون عن أمور لها علاقة بالمشاكل الحياتية الخاصة والمختلفة، والحقيقة أنا ألبي هذا الطلب يعني، لكن المشكلة أنه عندي خلل بالكاميرا، والآن إحنا في العراق دنعيش حظر 24 ساعة، يعني الحظر مالتنا مو جزئي، حظر كلي، وبالتالي ما لقينا محل لغرض تصليح الكاميرا ولا لقينا محل لبيع كاميرات، فكل المحلات عندنا مغلقة الآن. لكن مع ذلك أنا أريد أن أحقق رغبات وطلبات الأشخاص اللي كتبوا لي واللي يريدون بث معين، فبالتالي راح يكون البث تسجيلي، يعني التليفونات راح تكون مفتوحة من الساعة 12 ليلا بتوقيت بغداد، 10 ليلا بتوقيت غرينتش، ولمدة ساعة واحدة فقط.
للاتصال عن بشكل مباشر او عن طريق الواتساب. الاتصالات راح تسجل وبعد يوم او يومين راح نذيعها او نظهرها من خلال البث التسجيلي من خلال قناة اليوتيوب. فاللي يحب يتفاعل ويانا اهلا وسهلا، واللي ما يحبهم اهلا وسهلا. تحياتي لكم اعزائي، وهاي مني لكم اجمل واحلى وانقى باقة ورد. تتضمن الخارطة الفلكية الأوقات والأيام والساعات المناسبة وغير المناسبة عاطفيا ومهنيا وصحيا ونفسيا، وأوقات السفر وحركة القمر في المجاميع النجمية، وتجنب الأوقات السيئة وفترات خلو المسار والتراجعات الفلكية. الأوقات المناسبة لمصالحة أو معاتبة حبيب أو إجراء عملية جراحية أو قيصرية أو القدوم على خطبة أو عقد قران أو التقديم على وظيفة أو المبادرة بمشروع عمل، إضافة إلى تحليل كامل بالنسب المئوية للبرج البابلي والصيني والهندي والدرويدي، والتوافق مع الأبراج الصديقة وغير الصديقة، مع النصائح والإرشادات. لمن يرغب بالحصول على الخارطة الفلكية الشخصية لعام 2020 مع الكشف الروحاني والحجر المناسب له أو لأي برج يختاره، بإمكانه مخاطبتنا على أرقام المركز الظاهرة ومن خارج العراق بإضافة 00964، وسيتم تزويده بطلبه بمدة قصيرة وبثمن مناسب كملف PDF عبر البريد الإلكتروني. الخارطة الفلكية بسعر ثابت لكل الجنسيات ولأي وقت من أوقات السنة، غير قابل للزيادة أو النقصان، وهناك خصم 10% لمن يطلب الخارطة الفلكية مع الكشف الروحاني والحجر المناسب، وخصم 15% للمتعاملين معنا سابقا ويطلب الثلاثة. يتضمن ذلك الطرد البريدي الاعتيادي لأي دولة في العالم. مركز سلمى لعلوم الفلك والعلاج في الباراسايكولوجي والطاقة، إيجاد حلول للمشاكل النفسية والروحية الحياتية المختلفة، إيجاد حلول للمشاكل الزوجية العالقة، توافق الشركاء قبل وبعد الزواج وكيفية اختيار الشريك، اختيار اسم المولود بالحظوظ الجيدة، العلاج بالطاقة والشاكرات والطب الصيني والبديل، جعل الحياة أكثر سعادة وصحية بالاستفادة من طاقة المكان الفينك شوي، أجمل وأندر الأحجار الكريمة والمتحجرات في العالم ذات الطاقة الروحية، قراءة الطالع والمستقبل وفق الخارطة الفلكية. للحجز والمعلومات زين العراق 0781-61-26-37، آسيا سيل 0772-10-8012. أوقات العمل يوميا عدا الجمعة من الساعة 1 إلى 9 مساء، بغداد كرادة داخل شارع الحمام مقابل حمام حجي مهدي.